عاملين زيان دابا خويا يوسف؟ تسمعك مزيان دابا. ايه الحمد لله. غير كنت داير واحد التليفون اخر كنعتذر بزاف، ما مازال ما فيش ما درتليش ميزاجور، يمكن داكشي علاش. راه عادي عادي اخويا. لاباس عليك، كلشي مزيان؟ كلشي لاباس الحمد لله. اذا دقيقة فقط نقدم هذه الحلقة. ان شاء الله اليوم غادي نكونوا في حوار مباشر مع البطل العالمي الشاب مقاتل بطولة UFC يوسف زلال. هو ثالث بطل مغربي بطولة زلال. زلال 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 I'm sorry يوسف زلال. اذا كما قلت لك كنقراو الاسميه كنقراوها مكتوبه، ولكن ما كنعرفوش كيفاش كتنطق. لا عادي عادي عادي. اوكي، كتصحيح المتابعين، ماشي يوسف زلال، يوسف زلال. اذا مرحبا بك خويا يوسف معنا اليوم في LTS TV. شكرا بزاف على قبول الدعوه وشكرا على التواضع ديالك. تسمعوني؟ وي كنسمعوك مزيان، كنسمعوك مزيان. يا يا شكرا شكرا على القبول ديال الانترفيو، شكرا على التواضع ديالك. ضروري اخويا ضروري. ديما تساعد مغادرة اخويا، علاش لا؟ بعدا مبروك على الفوز ديالك الاخير. تبارك الله عليك، لعبتي مزيان وشرفتينا. شي حاجه كنشوفوا الدرابو ديال المغرب كيتهز في UFC، اقوى بطوله في العالم ديال MMA. شكرا بزاف، وتستاهل داك الربح، يعني عجبتيني بزاف وعجبتي كاع الناس اللي تفرجوا فيك. الله يحفظكم الله يحفظكم اخويا. شنو داك الاحساس ديالك بعد هذا الفوز ديالك في اول كومبا في UFC؟ الاحساس ديالك احسن في العالم. ها كنا من كنت صغير، انا من كنت صغير كنت باغي نمشي UFC، وكي مشينا كان كلشي اللي بغينا زعما نديرو، كنا كلشي كان تما، لونطريمون، الماكله ديالنا، الوزن، كلشي. فكي مشينا تما يعني ان شاء الله مشينا فرحنا، هنا عرفتينا. الحمد لله. عجبتني انا الانرجي ديالك بزاف، عندك تبارك الله واحد الشخصيه زوينه بزاف، لا في الهضره ولا في تملي ثالثي الكومبا. ام سبيكين ويز جو روغن. قلت لي بادي. يعني تبارك الله عليك، يعني عرفتي راك توصل لواحد النيفو زوين، والانرجي ديالك يعني لي ستار ديال UFC اللي باينين غادي ينجحوا كيكونوا باينين من الاول، يعني البيرسوناليتي دابا ديال الفايتر ولا هي كلشي، يعني سواء يكون عندك تكنيك ولا كلشي، ولكن الا ما كانش عندك بيرسوناليتي ما غاديش تمشي بعيد. اكت نقول لهم بحال المغرب، السلام عليكم. ولكن راه كلشي كيتخربق في داك الوقت، ما يمكنش تفكر كلشي. فكروا ما تخافش. يوسف بحال نتعرف عليك الاول مره، عرفنا على راسك، منين انت، واش تزاديتي في المغرب، واش تزاديتي في امريكا، شكون انت، شكون يوسف زلال؟ تزاديت في المغرب انا، جيت الميريكان من كانت عندي 12 سنة. تزاديت في عين شوك. عين شوك دار بيضاء. يا دار بيضاء. يا تحولنا لدار بوعزة مع شي 3 سنين وربع سنين، كانت عندي 10 سنين هكاك. وجيت الميريكان من كانت عندي 12، ومن تما بقيت ندير. جيت لهنايا درت الكيك بوكسين العام الثاني، العام الاول ما درت حتى حاجه هنايا، مشيت للمدرسه باش تعلم لونجلي وداك الشيء. عاد العام اللي فات درت الكيك بوكسين، لان هنا الامامي ما تقدرش ديرها حتى لكون عندك 18. ما تقدرش ديرها زعما لكون عندك 16 14 15، خصك تكون عندك 18. يعني في المغرب تمشيتي تما، عاد بديتي كتريني؟ يا ما بديت، ولكن في المغرب كنت نتريني الكيك بوكسين في المغرب. درت اول مقابله من كانت عندي 10 سنين. تبارك الله. فين بلاصه في المغرب كنتي كتريني؟ ما سميتها صاحبي، الوالده اللي عارفه، كان ديال فول كونتاكت، هذاك الشيء اللي عارفين. فول كونتاكت، يعني نهار مشيت الميريكان مشات العائله كامله؟ لا مشيت، كان الوالد وخويا الكبير كانوا هنايا، وانا تبعتهم، انا والوالده وخويا اللي مات الله يرحمه واختي الله يرحمه. وجينا شفناهم، وانا وخويا الله يرحمه بقينا هنايا، والوالده واختي رجعوا للمغرب. تبارك الله عليك. فوقاش بديتي المسيره ديالك في MMA، وفين وكيفاش تدخلتي الامام؟ انت كنتي كيك بوكسين على ما قلتي لي. يا مشيت كنت بغيت نتريني الكيك بوكسين، مشيت
واحد راز سميتو بابي لاشلي تلعب في ال الرسلين ديال دبليو دبليو اي هنايا مشهور هو مشهور بزاف. مشيت دخلت عنده للصال وشفنا داك القفص كله قلت له شنو هذا القفص زعما ما تعرفوش شنو في القفص وهما يوريونا كل شيء زعما دايره الام ام اي هذه خاصك دير الارض خاصك دير الفوق خاصك دير هذه صافي. من تما تسنينا عام عاد شي ترينيت معاهم ديت نتريني من تما من 14 سنة. عجبتك أمامة؟ لا يا عجبتني لما وانت كنت كيك بوكسين ديجا ولكن واش بديتي كتريني كل شيء ولا ما عرفش انا لونطريمو كيفاش بديتي فلوش تريني المصارعة بوحدها ولا لا تريني كل شيء؟ درت كيك بوكسين هو الاول كانت عندي اول مقابلة في ميريكان مي كانت عندي 16-15 سنة كانت عندي ديال الكيك بوكسين عاد باش عاوتاني درت كيك بوكسين عاوتاني عاد درت كيك بوكسين عاد درت الام ام اي كانت عندي ثلاث مقابلات في الكيك بوكسين عاد شيت الام ام اي. الام ام اي كانت 18 كنت 18 سنة. البروفيل الاحتراف فوقاش وليتي بروفيسيونيل شحال من كومبا درتي في الاماتور فوقاش درتي البروفيسيونيل؟ الاماتور كان خمسة مقابلات كنت اربعات الفوز وواحد الخسر ومشيت للبروفيسيونيل دابا عامين. عامين يا تبارك الله في عامين دابا درتي ريكورد ديال 8 فوز لجوج خسارات يا دارت بزاف 10 كومبات 10 كومبات في عامين بزاف يا يعني بحال قلنا 5 كومبات في العام يا دارت بزاف دارت وحده ساعتين خديت واحد المقابله في ساعتين يعني المقابله الثانيه ديالي ما فهمتش فهمنا كيفاش في ساعتين سو تقولوا لي دابا عندنا الوزن عاد عندنا المقابله يعني لك تغدى ربع الجمعه خاصني ندير الوزن الخميس والصديق ديالي تندرب معاه ما خصناش يدير الوزن ضرب راسه مع كان جالس في الصاله ضرب راسه وطاح وصافي ما خليناش زعما يلعب وجاو عندي يلا ضرب جوج سيمانات هنايا جوج سيمانات قبل ضرب جاو عندي قالوا لي واش بغيتي تضارب تلعب بلاصتو يا بروموسيون مزيانه تقدر تضارب فيها هذه قلت لهم علاش لا ناخذوها ويدي كانت تضرني تاعي يدي اليمنية كانت تضرني كلشي مشينا لصانا ضيعنا الوزن ومشينا ديال الوزن توزننا وكلشي وعادش ضارب الجمعه انت مغربي هذا كاينش لا انا كيما الخادي يقولوا لي تاما بغيت نسولك على اليو اف سي يعني كيفاش دخلتي اليو اف سي ما فهمنا لا عندي واحد المانجر سميتو جيسون هاوس هو اللي تدير لي كل شيء هما تيقول تنقف في الدار تعطيني التليفون تقول لي اللي جينا لك مقابله فهاد الشهر هاد الشهر فهاد الوزن واش بغيتيها ولا لا تنقول لهم اوكي هو عيط ليا 12 يوم قبل من المقابله ديال اليو اف سي قال لي انا كان فراس قبل لا تلعب في اليو اف سي لا ما كانش فراس كان عندنا شويه ماشي ما كناش زعما 100% كنا يعني قال لي وقيله بقى واجد بقى ما عارفينش بقى واجد واحد راه توعد دابا حيدوا المضاربه كلها غيزيدوا واحده مضاربه اخرى تنسناو دابا اش غايقولوا وكنت جالس كنلعب فليكس باك ديالي لاعب ويعيط لي قال لي راه قبلوك الله قلت لي الحمد لله يلا مشيو يلا زيد سبحان الله الدنيا الشانس يعني غير حظوظ سبحان الله كتكون جالس تجيك الحظ ولكن ديما خصك تستغل ديك الفرصه تبارك الله هذه الفرصه استغليتيها مزيان يعني تبارك الله هذا. الحمد لله كتعطيك الفرصه مره واحده في الدنيا الا ما استغليتيهاش ولكن الانسان اللي كيامن براسو تبارك الله عليك يعني استغليتي الفرصه مزيان وربحتي ودابا راه غادي يكون عندك شانس بزاف راه الغرب كلهم يلا زيد دايز معايا الغرب كلهم في المغرب ولاد خالتي كلشي الوالده وكلشي الواليد الوالد هنايا انا عمرت وقيل في الانستغرام تاعو دابا وقيل ما عرفت ما عرف تحيه لجميع العائله ديال زلال اللي كيشوفوا هذا اللايف
تركتها درابو على تاتك جو روجن قال لي قال لي المراكن زعما عندهم البرايد ديال المداربه قلت لي اي حيت بزاف ديال المغاربه مشهورين في الكيك بوكسين يعني لاباس عاري ولا هذه تبارك الله عالميه ام ام اي بزاف يعني ما كاينش الام ام اي يمكن دابا انت هو الثالث مغربي يعني بعد الاخوين زعيشر زعيشر يا الاخوين زعيشر هما الاولين كانوا عاد جيت انت يا الثالث ولكن الفرق اللي كاين وعلاش اللي خلاني نامن بك اكثر هو انك مازال صغير في السن تبارك الله 23 عام عندك الماتش الاول رابح في يو اف سي يعني انت تقريبا فيك ثقه اكثر لان انت دابا هو المستقبل ديال المغرب اذا دبر عليك المسؤوليه كبيره دابا في يو اف سي الحمد لله الحمد لله راك انت شي لاعب كل شيء كيتفرج والله العظيم راه بحال احنا لاعبين يا اخو لحقتكم لحقتكم تبارك الله ثلاثه ديال لي روند مشيتي مزيان ما خليتي لي سارون تقريبا ديتي النقاط كاملين ديال لي روند فشي حاجه مزيانه وكانوا بعض التعقيبات على الفايت ديالك ولكن كل شيء كيبقى ما فهمتش انا كيفاش داك الاحساس ديالك الكومبا الاولى في يو اف سي كتكون صعيبه شويه كان عليك الضغط لا ما كانش الضغط بزاف انا مشيت دربت بزاف الناس في اليو اف سي الصال اللي كنتريني فيه بزاف الناس كي تضربوا في اليو اف سي انا مشيت ترينيت دربتهم في اليو اف سي يعني شفت كل شيء انا شفت كي تخرج قبل ما تدخل زعما الاكتغون كل شيء شفت كل شيء قبل ما ندخل صافي انا مولف عليها كي جا وقتي ان شاء الله قلنا نمشيو يلا شنو الكومبا الجايه ديالك هضروا معاك على الكومبا الجايه فوقاش اخويا قلت لهم بغيت نضرب قبل من رمضان ان شاء الله باش نمشي ندوز باش نمشي ندوز ندافع عليه مرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله مازال نجي المغرب ونتلاقى وتكون ان شاء الله لقاء احسن هو النوضه في المغرب ثم الدراب في المغرب وكل شيء احسن وقيته الى درتيها قبل رمضان الى جات في حبيب وفيرغسون غتكون شي حاجه مزيان او يا هذيك امتى هذيك ابريل شهر قبل رمضان بشي سيمانه رمضان يا يا قبل رمضان سيمانه يا رمضان كاين واحد المباراة الى كومبا 4 ايام بعد من رمضان 4 ايام بعد من رمضان يعني تقدر تكون في ديك الكارت في الكارت يا بغيت باش نضارب يكون هذيك 4 ايام نضارب نرجع للمغرب وندوز رمضان كله صعيبه شويه عاوتاني لا تريني في رمضان صعيبه شويه بزاف ماشي غير شويه بزاف راك عارف غادي تجي للمغرب تلقى كتضرب في الحريره واش تاكيا غادي شي هيفي ويت ما خدش ندير الوزن لا صافي لان هذيك الضربه هذيك كانت 145 باوند انا الضربه الجايه غتكون 135 باوند ان شاء الله اضرب الكيلو حيت في المغرب عارف ما كنهضرش بالباوند كنهضر بالكيلو خويا الكيلو بلاتي لمسيو فون 57 والله انا اشوف دابا 2 pounds 2 kilos 135 first خمسة وستين كيلو هو اللي دارت فيه المضاربة اللي فات خمسة وستين كيلو yeah. ولكن المضاربة الجاية 61 كيلو غنضارب ان شاء الله دابا انت في الفيذر ويت يعني في الوزن ديال الريشه فيذر ويت يا ولكن غنمشي للبان مويت انا ان شاء الله ماشي الوزن ديال الديك يا 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 واش انت اللي اختاريتي باش تمشي لذاك الوزن ولا هما اللي لا احنا تنشوفوا لنا الوزن ديالنا غنكونوا احنا كبار وكل شيء زعما في المضاربه يا قول لي شنو فاش دخلتي للوزن شنو قلتي لدانا وايت شنو واحد الكونفرسيشن بينك وبين دانا وايت قلت لي عليا قلت لي عقلت تو عجبو الحال بقى كيضحك تو ما تعجبو قال لي عزيز عليا يلا لا وتبارك الله كتشوف واحد واخا واصل بزاف ولكن واخا هكذا كيامنوا بالابكومين الفايترز يعني بالابطال اللي جايين كيشجعوهم من الاول يعني مش حتى كيوصل عاد كيامن به يعني من الاول كيثق فيه يا بغيت نعرف الهدف ديالك في يو اف سي واش عندك النيه باش توصل للحزام
ولا يعني غير دخلتي ليو اف سي باش تسمى في يو اف سي، ولا عندك نيه باش تجيب لنا حزام؟ لا ما دخلت ليو اف سي باش تكون في يو اف سي، لا البطل العالم ان شاء الله. يعني العين ديالك على الحزام. يا كنت تقدر تكون اول افريقي، ولكن تبارك الله الافارقه بزاف كاينين في يو اف سي، يعني جوج ديال كامارو وسمانو، وكاين كامارو وسمانو غيكون ثاني ارسانيا يا عثمان وادي ثانيه، هذا غيكون ثاني مسلم لان كبيب الاول. كبيب الاول يا وحبيبه نقول يا ايوا ان شاء الله تكون اول مغربي واول عربي ياخذ الحزام ديال اليو اف سي ان شاء الله. فتح حاجه مستحيله ان شاء الله، راك مازال صغير يعني الطريق مازال كبيره قدامك الحمد لله. يا ولكن الحاجه الوحيده اللي كنظن ماشي انا خصني ننصحك بها، ولكن المدرب ديالك اللي ينصحك بها، هي تطور المستوى ديالك. سيرت الناس شافوا بزاف تيك داونز، كانوا عندك واعرين، المصارعه كانت واعره، الكيكس بالرجلين هما اللي عجبوني اكثر، ولكن صراحه اليدين لابوكس كانت واحد شويه ماشي بزاف. يا ما لينغو اللي دارت معاه هو كان تجري بزاف عندنا، ما كناش نديرو اليدين بزاف، كنا نديرو على الرجلين زعما التيك داون وهذاك الشيء بحال هكا، ولكن بغينا نوريهم زعما كل شيء اللي عندنا ماشي زعما الكيك بوكسين، لان عارف المغاربه بزاف كلهم على كيك بوكسين، ما كاينش جوجيتسو، ما كاينش ريسلين، ما كاينش هذا. ولكن داك مزيان، يعني مزيان تكون عندك شويه في الارض وعندك شويه في الفوق، يعني مزيان تجمع بيناتهم. شكرا باغي نقول لك والله مشالي وانا مشالي واحد السؤال كنت باغي نقول لك مشى وين راك تيطا يا تقول لك نعم شي طال يلا زيد وحق الله واحد السؤال دايره في راسي هرب لي يا صاحب. اوكي ماشي مشكل. كنعرفوا دابا هنا في المغرب كاين واحد التشجيع من الملك، يعني الملك محمد السادس كي ولا مهتم بزاف بالابطال، يعني كما كنشوفوا بزاف ديال الابطال كيستقبلهم، سيرتو في الكومبات سبور، في الرياضات القتاليه، لا بدر عاري لا بوزعيطه كيعاونهم بزاف. يعني عندك واحد الحلم مستقبلا انك تلاقاه ويدعمك هو شخصيا ان شاء الله؟ يا علاش لا، الملك ديالنا ان شاء الله طبيعة الحال، يعني راه غادي تكون شي حاجه زوينه وانت تقدر يعني ديرها، والحلم ديالنا كاملين يو اف سي نقدروا نشوفوها في المغرب، يعني ان شاء الله المغرب قادر ينضم اليو اف سي. وشكت انت يا هضرتي معاهم في الصحافه قلتي لهم يعني قادرين ينضموا اليو اف سي هنا في المغرب؟ سولوني قالوا لي زعما لجاو لافريكا غيكون واقيلا في المغرب، لان احسن زعما بلاد غيديروها في افريقيا. قلت لهم يا زعما السكيورتي كلشي غيكون مزيان، يلا علاش لا؟ يا حيت تما في امريكان عندهم واحد العقليه على ما كنشوف، يعني عندهم هما عايشين غير في امريكان، كيعرفوا غير امريكان، كيصحاب لهم دابا افريكا واش كاين زعما غير الحيوانات والغابه وداك الشيء، فهمتي؟ يا يعني ما عارفينش باللي عارفين المغرب هما مزيان وكلشي عزيز عليهم المغرب. يا كيسمعوا المغرب، ولكن ملي كتسمع ديك الكلمه ديال افريكا كيبقاو يتخيلوا بزاف د الحوايج. يا يعني ان شاء الله علاش لا، ونشوفك في شي كومبا هنايا في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله نجيب الكره كلها ان شاء الله، داكشي اللي كنتمناه. شنو العلاقه ديالك مع علي عبد العزيز؟ شفت واحد ستوري ديال علي عبد العزيز لاحو، واش بينك وبينه شي علاقه اللي مزيانه؟ واش جاي يشجعك داك النهار؟ هو ديما تشجعني، كنت نشوفه بزاف في اليو اف سي، في البي اف ال، كنا تمشيو بزاف تندرب انا الناس بزاف تما، هو كان تما وتعرف عليا وكل شيء، تعرفت عليه وصافي بقينا من تما، هو فما تيشوفني تيبقى معايا تيهضر معايا وكل شيء صافي، تمشيو من تما. لا هو متواضع بزاف كيشجع الدراري اللي عاد طالعين. السؤال اللي كان في بالي قبيله هو ذاك السيل اللي كنتي لاعب به ديال الفينو ديال سميتو، داك المقاتل ديال بيلاتور مشات لي السميه ديالو، يعني كنتي كدير واحد السير بوحدك كتحلي يديك، واش تعمدتيها هذيك القضيه؟ ما فهمتش. هذيك لاكارد ديالك كنت كتلعب بها محلوله بزاف. يا انا تنضارب بحال هكاك، انا تنضارب. واش كتحاول تستعرض ولا؟ لا انا كنت صغير كنضارب بحال هكا، لان كنت نضارب بحال هكا ديما ملي كنت صغير. فينو بيج ديال بيلاتور هو اللي كيديرها بزاف. يا تمتع اكثر هلكا، ولكن دابا تعلمت كيف
لما نتحرك مزيان لكل شيء. ولكن فيها الريسك بزاف عاوتاني. يا ولكن رم ضارب هذيك غضرب غضرب. يا لكن ما حبيتيش راسك راه. وانا مضاعفة ديما حبيت راسك. اوكي بغيت نعرف الاستراتيجية ديالك الجاية شنو كتفكر من القدام؟ دابا سيرتو في لي زونطريمون ديالك شنو ناوي تطور شنو ناوي دير في المستقبل؟ اخويا تنطورو نهار بنهار ماشي كل مضاربة على حسب المضاربة، لكن عندنا مضاربة غنشوف واش غيجيب لينا زعما هذا عنده زعما الشرايكين مزيانة، عنده الكيك بوكس ديالو مزيان، عنده الجراوند ديالو مزيان، نشوفو على حسب ولكن تنمشيو بنهار بنهار. دابا شنو من ورا الكومب خديتي واحد الراحة رجعتي تدرب ولا مازال؟ لا باقي تناخد سيمانة راحة وتمشي رجع ندرب. يعني مازال دابا في الوقت ديال الراحة. يا اوكي ممكن غادي نحاول نشوف اسئلة ديال المتابعين، يعني مبقاش نسول انا ضروري نشوف اسئلة ديالهم سواء في انستغرام ولا فيسبوك. واحد فروم هيركوليس هذا سميتو قال لك شنو السبب ديال دوك جوج خسارات اللي خسرتيهم؟ على شنو السبب؟ ما كانش عندي لا الماكلة ديالي مزيانة، كنت ندرب ولكن ما كانش بحال دابا، ما كانش زعما الفوكس عليه وكل شيء. ما كنتيش واخد داك الشيء بجدية كبيرة. بجدية كبيرة، ما كانش بحال هذا. ولكن دابا تبارك الله ملي دخلتي اليو اف سي وربحتي الكومبا ديالك الأول شفت بعد الكومبا تبدلتي في مورالمو، يعني ولا عندك بزاف الحوايج كبار في راسك غادي تخدم عليهم. رجعت كل شيء موريفيت كل شيء. كل شيء في المغرب مؤخرا. يا قبل ما تضارب في اليو اف سي مشيت المغرب ورجعت تضاربت في اللالفاي وربحت هذيك وعاد مشيت اليو اف سي. يا طبعا المرة الأخرى شفتي في المغرب ما كان عارف حتى واحد، ولكن إن شاء الله المرة الجاية أشكر معروف شو سبحان الله داك الشيء دغيا كي تتشونجا. سبحان الله ياسر العروسي قال لك شكون الفايتر اللي كتأنسبيرا منه؟ شكون المقاتل اللي كتأنسبيرا منه؟ في اليو اف سي فين ما كان فأي مقاتل في بالك؟ ماكس هولوي يا يا عند ستيل زوين بزاف، انا كيعجبني بزاف. شكون اللي كتشوف بلي اسطوره ديال الام ام اي؟ الاسطوره ديال الام ام اي يا ليجند. كاينين بزاف وما كاينين بزاف، ولكن ضروري غادي يكون واحد في بالك. GSP. اوكي عمر هاري قال لك شكون هما شي ابطال شي بطل مشهور اللي كتواصل معاه بزاف اللي يقدر يكون صديق ديالك؟ صديق ديالي انتوني سميث يا لاين هارت تنتريني معاه. واعر بزاف هذاك. يا yeah. كان واعر في الميدل ويت، ولكن فاش طلع اللايت هيفي ويت ولا احسن قدام جونس ما فاش كان تهرس ماشي تا ولا احسن، يعني كان تهرس ديك التهريسه خرجات عليه. شوف الاسئله دابا في فيسبوك باش ما نساوش الدراري. اوكي بزاف اللي شافوا بطل صغير في اليو اف سي بزاف لف على الاحلام ديالو درجه يعني ممكن نشوفو قدام ماكريكور في المستقبل ان شاء الله. علاش لا؟ يعني كل شيء قريب، حتى ماكريكور حتى هو راه بدا حتى هو صغر منك، كل شيء كيبدا في نفس كيبدا صغير ومن بعد كل شيء كيتشهر. انا ثامن اصغر واحد في اليو اف سي. كاينين 8 تبارك الله 8 المواهب التالنت ديال اليو اف سي. يا ولكن راه كاين 625 مقاتل وانا ثامن اصغر واحد. هاد الدري كريم هذا ماشي سؤال، هذه نصيحه لك، نصيحه لك. قال لك كنتمنى احنا المغاربه قال لك معروفين ملي كان وصلوا لواحد النيفو كبير ولا كنديروا الفلوس زعما كنتبدلوا. لا قال لك اكمل لك قال لك
خاصك تبقى في نفس العقليه. بغينا نشوفوك هذه الصمته ديال اليو اف سي، يعني بغينا احنا نشوفو بطل، ما بغيناكش توصل لواحد النيفو كبير وتبدل في العقل ديالك وتبدل في الشخصيه ديالك. بغينا نشوفك بنفس الجوع اللي فيك. اه هانجري بنفس الجوع اللي فيك. افريكاني انا، في الجوع بزاف. انت افريقي ولكن فيك الجوع ديال البلوري. يا كنتمنى لك التوفيق. شكرا بزاف على القبول ديال هذا اللايف والدردشه اللي درنا. والله عادي اخويا عادي. ملك انت كنتي عاجبني صراحه في لاتيكنيك، شتك مغربي، امنت بك بلي غادي تقدر توصل ان شاء الله. حاجه اخرى صراحه الكاريزما ديالك والشخصيه ديالك والبيرسوناليتي ديالك زوينه بزاف. الله يحفظك. شكرا لك بزاف ومرحبا بك في اي وقت، ونتلاقاو ان شاء الله نهار ديال المغرب ونجلسوا في كازا ان شاء الله. ان شاء الله اخويا لا تخدم ولا كنديروها ان شاء الله. إذا شكرا بزاف شي قول الانستغرام كله دير فالو للانستغرام. يا ضروري كلشي غادي يدوز عندك الانستغرام. راه كلشي اللي مازال ما ابونيش عند يوسف يدخل عند يوسف دابا. مازال يوصل لايف حتى كلشي يدخل عند يوسف. كل مغاربة كل مغاربة. شكون البطل المغربي؟ كلشي عندي كل مغاربة صاحبي في الانستغرام. مازال يولي عند كلشي مغربي ان شاء الله. كون في الجاي عاوتاني غادي تزاد اكثر مع الوقت ان شاء الله ان شاء الله. يوسف البطل المغربي اللي عزيز عليك بزاف، الاحسن بطل المغربي بالنسبه لك كتشوف حاليا؟ كاين محمد سميتو محمد الصغير الكيك باك محمد زرايا زرايا بدر هاري وثمان زايد الفايت ديال الاخر كان زوين حتى هو. يا عثمان زايتر لعب مزيان لعب مزيان يعني صراحة. لا انت ولا عثمان، وكنشوفكم في اليو اف سي ان شاء الله غادي تمشيو بعيد. ابو بكر انسحب من الكومبا ديالو الاخر ما عرفتش علاش، ولكن بالتوفيق ليك ولا عثمان ان شاء الله تلاقاو في كارد وحدة ان شاء الله. انا غنتلاقاو ان شاء الله قريب ان شاء الله. يا ان شاء الله ياسر راه غيجي الميريكان ان شاء الله ونديرو فيديو. يا ان شاء الله وبالتوفيق ليكم. يعني شكرا بزاف كتهزوا لنا الراية المغربية في بطولة عالمية يو اف سي، يعني كل التوفيق الله يوفقكم ان شاء الله. نحكم اخويا شيك الكلمه الاخيره اللي بغيتي تقولها للمغاربه اللي كيتفرجوا فيك. شكرا اخويا شكرا. ما ندير هادشي بلا ما نقدرش ندير هادشي بلا المغاربه. عندي الكونتري كله مورايا. حنا ديما معاك سايقين فيك، ما تنساش راك ما كتلعبش بوحدك، راه حنا كاملين معاك. راه حتى هما عارفينها، راه حتى هما عارفينها كلشي ميشان كله عارفينها. ما نقدرش ندير بلا بيكم اخويا. الوليد ديما مغرب 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 ولاد خالتي تاهما الحمد لله. يوسف زلال خويا الله يوفقك، شكرا بزاف والتوفيق ان شاء الله. شكرا اخويا الله. شكرا لكل شيء اللي تبعوا هذا اللايف، ان شاء الله نتلاقاو عاوتاني في انترفيو اخر. يوسف خويا جود لك ان شاء الله اخويا. شكرا اخويا الله يحفظك. سلام اخويا. يلا اخويا.